معانا شويه ملوخيه مصريه بشوربه اللحمه اللي موجوده عندك في التلاجه من يومين. اللهم اني صائم، ريحه الشوربه حكايه، طعم الحبهان. جيب لي التفاصيل الصغيره دي يا فاروق. حبهان مع الكرفس مع الجزر مع البصل مع الطماطم، نازلين من الحله بيتكلموا مصري. ليه يا عم الشيف مصري؟ لان هنعمل ملوخيه مصريه. ملوخيه تسمى الشلولو في الصعيد الجميل. ملوخيه درسنا اليابان ياكلوها ازاي، اللي احنا علمنا اليابانيين ياكلوها ازاي ويعملوها كمان كبسولات. الملوخيه من الاكلات بمشتقاتها كلها موثقه في اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا بموسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه، الله اكبر. وهي احدى مخرجات اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز القومي للبحوث. من مؤلف هذه الموسوعه؟ هما الدكتور، لهم الفضل طبعا والشكر، هما الدكتور مجدي السيد والدكتوره نهال سامح. بوجه لهم التحيه والشكر لطبعا اظهار الحقيقه للعالم كله، علشان محدش يجور على حد في الاكلات. يقول لك مثلا ايه الكنافه دي بتاعتنا نابلسيه. ليه نابلسيه؟ لان الجبنه يرجع تاريخها لبلد نابلس، مدينه نابلسيه في الاردن او في فلسطين. والعيش الصاج معمول مسخن دجاج لانه لخبز الشراك من الاردن. نحترم هذا. تعالوا نعمل الملوخيه مع بعض سريعا. ادي الملوخيه والشوربه بتاعتها بتغلى على النار دسمه، فيها عظم الفراخ، فيها عظم اللحمه، فيها بوكي جارنيه. والملوخيه جاهزه، هي استوت. العب العب. مصريه ثم مصريه، اكله ام. ده هي واخده العرق بتاعها قبل ما تنزل في الشوربه. اللهم صل على النبي. ونسيبها على النار. تعالوا نعمل الطشه بتاعتها في طاسه كده، ونحط في الطاسه دي معلقه سمنه بلدي من اللي جايباها حماتي عشان اعمل العزومه تعجب ابنها. حلوه. زود السمنه لان احنا مش حاطين فيها فراخ ولا لحمه، احنا اكتفينا بالشوربه. واسيب السمنه تسيح. عندي كزبره ناشفه مطحونه، وعندي تومه حلوه، واحنا في موسم التوم يا اخوانا. ده توم طازه، ده يتجاب زي ما هو كده وتقدري تنشفيه او تفرميه وتشيليه في الثلاجه، علشان مش كل يوم تقعدي تقشري توم وتبقى صوابعك وضوافرك كلها توم. تعمليه مره واحده في الاسبوع، مره واحده في الشهر، حسب دخولك للمطبخ. زي الفل. والملوخيه على النار مستنيه الطشه الحلوه، مستنيه الكوشه. هنبدا دلوقتي الطشه بتاعتنا، التومه الحلوه. يا ويلي يا ويلي، بتتكلم مصر. كزبره ناشفه. خلصت الطشه اهي، نارك سخنه والبوتاجاز جاهز. شفتي شفتي؟ هي دي هي دي هي دي. يلا اجهز 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 للحلاوه، اجهز للحلاوه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، زلزال زلزال. ترجع تاني ترجع تاني ترجع. ايه الحلاوه دي؟ كمان عجبتك اللعبه دي؟ نعملها كمان واحده. شفت قطعت؟ لا. فرطت؟ لا. هتروح عند الكرين فوق زي ما انت عايز. كمان مره عجبتك، انا عارف الدنيا صيام. ريحه الملوخيه والطشه مش عايز اقول لكم يعني. شوف المغازل يخش الجنه. تاني. الله اكبر. نغرف الملوخيه، خلص الكلام، خدت حقها وزياده. هنا الملوخيه مكانها. ونغرف الرز بعد كده هنا كمان. حاضر يا فندم. تقطع مين يا غالي؟ ايوه قالب بقى مطبخ. بس كفايه بس كفايه. كلب الصغير لا يتحمل. حلوه، نخلي الملوخيه على جنب.